من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال رسول قال رسول الله قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي بيّن فيها ربنا تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سعة رحمة الله تبارك وتعالى، فإن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، فإن فيه أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب، وأن الله تبارك وتعالى يقبل من العصاة الذين تابوا وأنابوا. لذلك قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. وهذا الحديث فيه ثلاث أنواع أو ثلاث جمل، كل واحدة منها تبين أن الله تبارك وتعالى يغفر للعبد إذا أتى بها. فقال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. أول حاجة شنو؟ الدعاء والرجاء. وسمعنا في الركعة الأولى من ركعات الصلاة من الإمام جزاه الله خيرا ذكر الله تبارك وتعالى صفات المؤمنين، وذكر من صفاتهم قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن أول صفة من صفات أو من صفات عباد الله قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. إذن فالدعاء مع الرجاء، قال الله تبارك وتعالى عن الرجاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. يترتب على مغفرة الذنوب أن يدعو الإنسان الله تبارك وتعالى وحده، وما في زول معصوم ويا زول عنده ذنوب. أنا عندي ذنوب وده عنده ذنوب وداك عنده ذنوب. ليه؟ لأنه نحن ما معصومين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أي زول بيقع في الخطأ، لكن البتوب ربنا بيتوب عليه، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالإنسان إذا أراد أن يغفر له فعليه أن يدعو الله تبارك وتعالى وحده، دي أول صفة.
والمسلم والله تبارك وتعالى يغضب على من لا يدعوه، كما ثبت عند أحمد في المسند من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. أدعو ربك، والدعاء هو العبادة، كما ثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله جزاك الله خير، بس خلينا نكمل أنا بعدين بأديك فرصة. جزاك الله خير. فالدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، أعظم عبادة. وما تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى بمثل الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى يحب العبد اللحوح الذي يدعوه في كل صغيرة وكبيرة وفي كل نائبة وفي كل نازلة، يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى ويتأسى بالأنبياء والرسل، كما قال الله عز وجل عن الأنبياء: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا من أعظم الناس دعاء لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى عن أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فماذا ترتب على هذا الدعاء؟ قال الله عز وجل: فكشفنا ما به من ضر. وقال الله عز وجل عن يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهكذا الأنبياء جميعا يدعون ربهم، والمسلم يتأسى بالأنبياء ويدعو الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل عظيم ورحيم يحب العبد الذي يدعوه، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. كده شوف البشرة العجيبة دي. وبعد الناس يخلوا دعاء الله تبارك وتعالى وحده ويتوجهوا إلى الموتى والمقبورين وأصحاب القبور يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، وهذا والله من الظلم، وهذا من الإجحاف الذي ينبغي على المسلم أن يفرض الله تبارك وتعالى بهذه العبادة. دعيت ربنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لك عندك ثلاثة حجر: إما أن تستجاب له في الحال، وإما أن يصرف له من البلاء مثلها، وإما أن يدخرها الله له يوم القيامة. ففي الثلاثة حالات تما خسرا، كثر من الدعاء بس، لا سيما في جوف الليل الآخر. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما عند المنذر في الترغيب والترهيب، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فافعل. الثلث الأخير من الليل ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وبعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. الناس في الثلث الأخير من الليل يقول لك: يا دوب ده وقت الهواء شنو؟ الباعوض طار والهواء بقى شنو؟ بارد. يجر في البطانية ويشخر. يا زول دي ساعة مباركة، قوم عندك أي مصيبة دنيوية مالية اجتماعية اقتصادية أسرية، أي مشكلة تقوم في الثلث الأخير من الليل في الظلام ترفع يدك لربنا وتبكي. الواحد هسه بيبكي في الغنى، ما شفت الجماعة؟ واحد جايبينه في برنامج اسمه نجوم الغد، قال له 22 سنة ما بكى، غنى شابع صغير بكاو 22 سنة، لا بكته صورة المجادلة، لا صورة النازعات، لا صورة القيامة، لا صورة الحاقة، دي كلها قال ما بكته، غنى شافع صغير بكاو. عشان كده ربنا قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والله جد برنامج اسمه نجوم الغد وبرامج كثيرة في التلفزيون والرادي، والله ما عندها أي معنى.
غير أفسدت علينا الشباب وأفسدت البنات ما عمل شيء. قبل يومين راكب في الحافلة ماشي كده على 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 مدني في برنامج في إذاعة اسمه سيرو. البرنامج ده فيه فقرة أحلى زغروتة، قال أحلى زغروتة. تتصل واحدة ألو أنا ممكن أشارك؟ شاركي، يفتحوا لها التلفون تقوم تزغرط. يا ناس دي هسه هم بتتقدم لقدام. واحد اتصل ألو معاك فلان الفلاني، عندي مشاركة دار تشارك، ما بعرفه قدم أخته قدم أمه قدم خالته، قال دار تشارك. الدواء فتحوا لها سماعة زغرتك، قال لها تسمعي بعدين إن شاء الله زغروتك تكون أحلى زغروتة. يا ناس. وتاني وفي نفس الغنى دي ذاتها قبل الأذان موسيقى وبعد الأذان موسيقى طرب 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 طرب. ده يا ناس والله هذا من الجهل العظيم. نداء الله نداء للصلاة وشعيرة من شعائر الله تفتتح بالموسيقى وتختتم بالموسيقى. والله جد في كثير من الغنوات، في غنى اسمها ما عارف الرابعة ولا شنو، بس الغنى دي ذاتها بس كده لاحظ الأذان قبله طالب يجيبوا موسيقى وبعدين موسيقى. والموسيقى محرمة، والله الموسيقى محرمة بالقرآن والسنة وبالإجماع محرمة. ما نطلع من الموضوع، منظر عجيب ذاتي يعني ما نطلع من الموضوع. فالإنسان يدعو الله تبارك وتعالى ويبكي وينكسر لله عز وجل، انكسر لله عز وجل لامتانته. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويردد الآيات ويأمر ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن ويبكي عليه الصلاة والسلام. وبعد ده في ناس القرآن ما بكوا، يبكي في الغنى وفي الرقيص وفي الهوس لكن في القرآن ما بكي. فالإنسان يدعو الله، أول سبب من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله تبارك وتعالى ورجاؤه، ترجو الله عز وجل عند ما عند الله. شوف ما ترجى من مخلوق حاجة، ما في مخلوق عنده لك حاجة، وأنا إن شاء الله بختم بالجزئية دي، ما في مخلوق عنده لك حاجة. لأنه كثير من الجهلة وكثير من الضعفاء توجهوا لخلق ولعبيد من عبيد الله اعتقدوا فيهم أنهم ينفعون ويدفعون الضر ويجلبون ويفعلون. والله تبارك وتعالى يقول عن الخلق: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله غني والله حي والله قيوم والله عظيم وغفور وعفو وحليم وكريم. بعد الناس خلوا تلقى الأشعار والقصائد التي تنشر، والله للأسف تنشر باسم الدين وفيها الشرك بالله تبارك وتعالى، وفيها دعاء غير الله عز وجل، وفيها الاستغاثة والاستعانة بغير الله عز وجل. وهذا والله من الجهل، أن يترك الإنسان الاستغاثة بالله والاستعانة بالله ودعاء الله ويتوجه بهذه العبادات لمخلوق من مخالق الله عز وجل، ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإذا سألك عني عباد فإني قريب أجيب دعوة. فالله تبارك وتعالى يقول في هذا الحديث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. والاستغفار هو طلب المغفرة. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وربك الغفور ذو الرحمة وكان الله غفورا رحيما. آيات كثيرة تبين أن الله عز وجل غفور ورحيم. فالإنسان مهما بلغت ذنوبه ومهما بلغت معاصيه فعليه أن يدعو الله تبارك وتعالى وأن يستغفر الله تبارك وتعالى. الله بيغفر لك. ربنا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. والجزئية الأخيرة من الحديث:
قال يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بغرابها مغفرة. وهذا فيه فضيلة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فما خلق الله عز وجل الجن والإنس إلا ليعبدوه، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شوف الله ما خلق له، ما خلقنا عشان ناكل ونشرب ونتكاثر في الأموال والأولاد، وإنما خلقنا لغاية عظيمة وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الصلاة عبادة، والحج عبادة، والطواف عبادة. شوف الزول لسه ما بتلقى لك زول بيقول لك أنا دار أصلي ركعتين لفلان، ولا بيقول لك دار أعمل مثلا أزكي لفلان، ولكن قد يطوف بغير بيت الله، يطوف له بقبة، يطوف له ببنية، ببيان، بضريح غيره. فالطواف لا يكون إلا ببيت الله. قال الله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف عبادة ما يصرف إلا لله. وكذلك الحلف والذبح، الحلف والذبح. قال الله تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر، زي ما بتصلي لله برضو انحر لله. وكثير من الذبائح تذبح عند القبور والمشاهد والبيانات والأضرحة تقربا لأصحابها أو تقربا إلى الله عند هذه المشاهد بزعمهم، وهذا في الشريعة لا يجوز. لذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. قال له أنا نذرت أذبح لي إبل في محلة معينة. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا تملك. إذن الأماكن الوثنية، الأماكن التي يعبد فيها غير الله من القباب والأضرحة، لا يجوز لمسلم أن يذبح فيها لله ولو كان الذبح لله. وفي هذا الحديث يعني فضيلة التوحيد وخطورة الشرك، ودي الجزئية الأخيرة. وشوف أنا بكون معك واضح ونكون صريحين جدا. الوضع مش الآن تعبان والناس بتشتكي، ربنا ما بصلح لنا الوضع ده إلا نوحد الله. كلنا نوحد ربنا، نتوكل على الله، لأنه في ناس متوكلين على تمايم وعلى حجبات وعلى كمون وعلى ودع، ونذبح لله ونطوف ببيت الله ونستعين بالله ونستغيث بالله ونتوكل على الله ونرجو فيما عند الله ونصرف جميع العبادات لله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. وشوف والشرك ده ما في جريمة أكبر منه، الشرك ما في جريمة أكبر منه. كلكم لا تقول لي مخدرات ولا تقول زينة ولا غيره، انت ما سمعت الايات ما سمعتها؟ والذين لا يدعون مع الله الها اخر، اول حاجه اكبر الكبائر الاشراك بالله عز وجل. سئل النبي عليه الصلاه والسلام اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني شنو تجعل لله ند؟ تحلف في الله وتحلف في عبد الله، تطوف في بيت الله وتطوف في قبه فلان، تدعو الله وتدعو فلان، وتذبح لله وتذبح عند القبه الفلانيه. ده من مساواة غير الله فيما هو من خصائص الله، ده الشرك. دعاء غير الله عز وجل، دعاء الموتى والمقبورين والذبح لهم والاستغاثة بهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. كلام ده مش واضح؟ بعد ده في ناس مخالفين يقول بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، حيين ميتين بناديهم، جملة وفراد بناديهم، ركوب راس بس. وربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله، أو قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، وقال
ومن أضل؟ ما في أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهم كافرين. والله جد يا زلت الموضوع الأساسي، الأمة ما بتمشي لقدام إلا بالتوحيد، والله الذي لا إله غيره. ما المنظرين يظهروا والدولار ارتفع، الدولار طار، الدولار ركى يرك يطير، ما عندنا معه شغل. الأمة توحيدة كيف؟ شوف الصحابة ده لما كانوا موحدين فتحوا الأمصار شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لا يخافون في الله لومة لائم، يهابهم كل عدو. لكن احنا لما انفرطنا في التوحيد وعبدنا القبور وعبدنا المشاهد وعبدنا القبب وتعلقنا بغير ربنا، ربنا ابتلانا بالجماعة دل الأمريكان واليهود ودل، وفي جماعة سودانيين من هنا فاتوا طفشوا هناك أمريكا، قالوا دارين يحاربوا الإرهاب، سودانيين أصحاب طرق فاتوا أمريكا البيت الأبيض والكونغرس، قالوا جلسوا معهم وطلعوا خلاصة الحوار إنه يحاربوا التطرف، وطلعوا بإنه التصوف هو الإسلام المعتدل. وهذا والله أكبر وصمة عار لهؤلاء لو كانوا يعلمون. ربنا قال في القرآن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا ما عرفوا دينك فيه خلل ودينك فيه فرقة ما كان نادوك وما كان عظموك وما كان جابوك، لأنه عارفين دينك ما عنده تأثير ودينك يهدم الإسلام الحقيقي، عشان كده جابوك. والله جت 12 وفد من هنا فاتوا هناك. ألا يستحون؟ ألا يغارون على دين الله؟ معقولة أمريكا ترضى عنك؟ أمريكا البيت الأبيض قال البيت الأبيض رضيان عنهم تماما. والله والله الذي لا إله غيره، ما في الآن يعني ملة ولا جماعة ولا دولة تبغض الإسلام الحقيقي الصافي كأمريكا والبيت الأبيض والكونغرس والجماعة دي. عشان ما تتغشى يا زول، دي شغلة كلها ماسونية وصهيونية تدار بأيدي بعض أبناء جلدتنا لكي يهدموا الإسلام الصحيح. أحذفوا التوحيد، توحيد أحذفوا من المغرر، لكن من القرآن بتقدر تحذفه؟ القرآن ده بتقدر تحذف منه آية؟ القرآن كله توحيد يا زول. والله لو حذفته من المغرر برضو ربنا يغيظ له ناس يصدع به في كل مكان. قال أحذفوا التوحيد من المغرر، لكن من القرآن بتقدر تحذفه؟ كله توحيد. ربنا قال في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، توحيد الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله عز وجل ولا تتخذوا إلهين اثنين. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال الله تبارك وتعالى، شوف القرآن ده متين كيف يا زهر، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. شوف الآيات دي قوية كيف تدك الجبال. ربنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. شوف القرآن ده متين كيف، قال يحذفوا التوحيد، أحذفوا القرآن ده ما قاعد محفوظ في الصدور وكله توحيد. أي ذل قرأ القرآن ده بعين قلبه والله يدي يعرف أن الله عز وجل عظيم، يدعى وحده ويتوكل عليه وحده ويطاف ببيته وحده ويستعان به وحده ويستغاث به وحده وتصرف له العبادة وحده جل في علاه دون ما سواه. لكن القلوب المرضانة والقلوب الكليلة والعليلة لا تقبل بذلك. ربنا قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. عشان كده التوحيد بيخليك راجل والله، التوحيد ده بيخليك يا زول شجاع، ما بتخاف إلا من الله يا زول. بني آدم ميت له 200 سنة ده ما بتخاف منه، قبة مهما كان طوله والله لو حصلت السماء ما تخاف منها، ما بتخاف لك من ست ودع ولا بتخاف من فكي. فكي واحد فكي تلقى في الحلة، الجرائد مش مبارح جابت واحد فكي فينا بيقابضونه بيجاي معه 8 نسوان في شقة جنة، الجريدة جابت أنا غايته ما وقرينا الخبر. واحد تاني مبارح دجال قالوا سنغالي قالوا ضارب له من مرة مليار وحاجة، ده كله يا ناس وبيخافوا منه. والله ما تجيب لي كده، والله نعمل لك كده، وين مسكينة تدي وديك دائرة الجنة تدي، الجنة بوقية والبيض بنص وقية، وده كله من الكذب ومن الدجل والشعوذة. ناس كان عندها عقيدة ما بتخاف من ديل، والله جد زول عنده عقيدة ما خاف من ديل. ونتحدى هؤلاء أن يبرزوا للناس في الساحات. عندك انت حجاب بتاع شنو؟ مش بتاع طبلة ومعاكسات؟ تعال جيب حجابك لو تعال نجربه فيك. عندك حجاب بتاع سكين بنجربه فيك، عندك حجاب بتاع طلقة بنجربه فيك، بعدنا استاذة من الشرطة ويدونا الليزن وكده، تعال جيب لنا حجابك ده نشوفه. بنقرأ عليه قرآن، شياطين بتطير بعدك بنقطع اذنينك بنسلمك لين في يدك ونقول لك يلا امشي. ما قال بتاع سكين جيبه ليه انت وسناص، ما كلام كثير ما ينفع، بيان بالعمل. جيب حجابك ده الشغال ده وتعال نجربه فيك. انت مش قلت ده قرآن؟ انا بجيبه بقرا عليه قرآن والله الذي لا اله غيره. ولا سكين بس بطعنك بابره بس في اضانك قد لك اضانك، عشان كل ما تعاين اضانك في المرايه تقول والله دي ده زول ذاك الزمان ذاك القرا عليه القرآن. طيب ما قلت القرآن، القرآن بفي قرآن بيبطل قرآن؟ إذا كان القرآن ما يزداد قوة، لكن ده كله شغل بتاع شياطين وشغل بتاع دجل وشغل بتاع شعوذة وقع فيه هؤلاء المساكين والضعفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أوعك تمشي لي كاهن فكي بنوم بالخيرة بيفتح الكتاب بيديك أوراد بيديك أذكار، ما تمشي لي ويازو. الدين ده ما واضح، تركتكم على مثل البيضاء الليل والنهار فيها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. عشان كده دي دعوة تصحيح العقيدة أول حاجة، وبلغ التوحيد طوال يا زول. لقيت لك زول معلق حجاب قول له الحجاب ده حق شنو؟ قول لك والله حق كده معلق كمون في العربية، تلقى الواحد والله مرة لقيت عربية عاملة حادث مفطسة روحها طالعة ومعلقين فيها كمون تحت الدركسون، ليه هالكمون ما اشتغل؟ الحجاب ده اللي بيشتغل 200 واحد تلقى معلق له قرين بقرة ورا، قال كان القطر جا والبقرة يقولون البقرة اللي بيطحن القطر، واحد معلق مقشاشة، واحد معلق جزم الشافع، وكله كلام فارغ ساي. ربنا كان قدر المصيبة تجيك والله مش لو ركبت قرون بقرة، لو ركبت التور ذاته العربي الغدر يجيك. لكن الناس لما تكون عقوله خفيفة بيتغشوا، ترى بيتغشوا، يجي أي واحد يغشه وياكل قروش ونبقى مارق. عشان كده دي دعوة، خلي عقيدتك في الله وتوحيدك في الله، يتوكل على الله، ما تخاف إلا من الله، وتحلف في الله، ادعو الله، استعين بي الله، صلي لي الله، طوف في بيت الله عز وجل، تكون سعيد والله، تكون مرتاح، عارف ربك واحد وسيدك واحد. لكن اما ذلك العربي ما يلسى يا فلان يا سابق يا رجال العلفون الاسرع من التلفون، ويا منو من الكباشي من الغاشي، ويا ود بدر من الفقر يا زول، ويا بقرون من العيون، ويا بشمله ويا فركه يا زول، كمان جابت لها فرك وشمال شمال. ده دين دينو للناس موجود في العربات وموجود في القصايد. عشان كده دي دعوه للناس تصحي عقيدتها والله جد، عشان الخير يجينا يا اخي نعيش مرتاحين. كما كده الشغله دي تبقى مشكلتنا كبيره لو ما بلغنا الناس التوحيد، والناس خليناهم في الجهل ده الله امور تضيق اكثر من كده. فالناس تكون حريصه ما تتغش لا دجال ولا مشعوذ ولا فكي ولا غير ولا غير ولا ست ودع. انا برضو بنبه النسوان لانه في نسوان يغش ويغشنا النسوان، طلعت من البيت بجاي للشغل تجي واحده شايله لها قفه سته ودعات
وخكرتو قياسين حقات ريحه كذا والله عندي ريحه مع شويه طلع الودعات كذا نرمي لك الودع ترمي لها الودع تقول لا الله يرجلك راجلك ده خدت له عينه على واحده شايف الودعتين قدام ديل الراجل دار يتزوج المره خلاص تخط في راس انه راجلها يا ما بيوت خربت بست الودع مجرمه والله جد مجرمه عندها اغنيه بجيبها في الاذاعه بغناها واحد كذا ست الودع ارمي الودع لا يكشكشي شوفوه ولا كان فيه شيء ما تختش وده زول خايب ساكت بغني لست الودع ده المره تظن انه راجلها دار الزواج تحصل يا راجل انت مشيت وين ادخرت مالك يا ولي شغال لا قول الحقيقه تطلقني ما تطلقني طلقها وفارقها وشغال ست الودع ده السبب بيوت خربت بالطريقه دي دعوه للناس تكون حريصه ما تتغشى كل جزاكم الله خير والسلام عليكم طولنا لكن نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع ويرزقنا واياكم العلم العمل الصالح ويميتنا على التوحيد ويبعثنا على التوحيد ويجعلنا دعاة التوحيد وان يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.